بلش نعمل وبعدنا عصير من قبل العصائر عصير المانجا ولا المانجو. علش لا منعمل وحش في الدار؟ لنا عندي كعبة صغيرة مانجا مقطعة، قطعت هذي كوب تجمو تنحيوها حتى بالمغرفة، وهذي كاس ماء. اليوم باش نستعمل معناتها حاجة اقتصادية على الاخر، مانجا وماء، وراهو يقطع ما شاء الله كمية باهية، معناتها مش كيف عصير حاجة اخرى. باش نحط المانجا بتاعي في كاس الربو، باش نصب معاها في الاول. باش فضلت هكا شويه نرحي، وبعد كده نرى كان لازم نزيد شويه نزيدو. راهو عصير من قبل العصائر، معناتها علاش لا ما تشريو كعبه مانجا وتشربوه فري خير من معلب. عصير صحي، عصير ما غير اضافات ما غير حتى سكر، خاطر هي بيدها معناتها الثمره نتاع المانجا راهي حلوه، معناتها باللي باش تزيدوا الماء والكل راهو باش يقعد حلو. كما تراو العصير سافا تنحى، سيرش نجم نزيدو، انتم حسب عينكم ميزانكم بالنسبة لكمية الماء، خاطر كل واحد يحب التكستور نتاعو كيفاش. فما اللي يحبو خفيف ياسر كيما نتاع الباكويت معناتها كل معلب، وفما اللي يحبو اخضر، كل واحد كيفاش يحب. اذواق هذا عصير المانجا بتاعي اللي حضرته خف لف وما فماش ماء ابد منه وصحي على خر. هذا العصير تودوا بيه صغاركم، تودوا بيه رواحكم ضيوفكم. هذه كانت الرسالة متاع اليوم، كيف ما تراو فيه اللون متاع العصير بالحق راهو ما غير مجاملة، راهو لون مزيان على الاخر، وراهو تكستور متاعو باهية رغم اللي انا زدته ما تبرسك قد المانجا قد الماء، ما غير السكر ما غير حتى اضافات. ما نجمش نزيد نحكي، في بالي تصاور توصل واللي قلته كافي. هذه كانت الروسيت نتاع اليوم، اللي عجبته الروسيت يضغط على زر الاعجاب، واللي اول مره يزور القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد. طيب كنقول لكم الى اللقاء في وصفه قادمه.